عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أن هذا هو عيد الأضحى وأنه شهده مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه حدثه بهذا الحديث في عيد الأضحى، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذان يومان، يقصد باليومين يوم الأضحى ويوم الفطر، ولهذا كانت الإشارة بقوله بهذا ترجع إلى عيد الأضحى. وعيد الفطر هو بعيد، وكان مقتضى ذلك أن تكون الإشارة إليه بالبعيد، ولهذا قال العلماء هنا غلب جانب القريب على البعيد فقال هذان، وإلا فالإشارة للبعيد تكون بذاك، فغلب أحد النوعين على الآخر، والإشارة القريبة هي لعيد الأضحى كما جاء في الرواية: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يومي العيدين. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين في عيد الفطر، الحكمة هو فصل الصيام عن الفطر المباح، وهو بأن يكون هناك فاصل وأن يفطر يوما ليتميز رمضان من غيره. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن صيام يومين، عن يوم قبل رمضان وهو يوم الشك، وعن يوم العيد وهو اليوم الذي يفصل شوال عن رمضان. والحكمة من هذا هو أن لا يتصل الفرض بالنفل، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفل الرجل بعد الفريضة دون أن يفصل بين الفريضة والنافلة بقيام أو كلام. وهذا المقصد هو حتى أن لا يختلط الفرض بالنفل، ولربما ظن بعض الناس بعد ذلك أن ما هو من النوافل هو من قبيل الفرائض، والمقصود بهذا هو تميز الفرائض عن النوافل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عيد الفطر، لأنه بهذا الفطر الذي هو واجب في هذا اليوم يفصل صيام رمضان عما بعده من الأيام التي يشرع فيها الفطر ويشرع فيها الصيام. وبهذا نستطيع أن نقول أن أيام السنة من إذا نظرنا إلى القسمة من حيث ما يصام منها وما يمنع من صيامه وما يشرع فيها الصيام من عدمه على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يجب صيامه وهو رمضان، والقسم الثاني ما يحرم صيامه وهما يوم العيدين ويوم الشك، وبقية الأيام وكذلك يوم الجمعة هو ملحق بالأيام التي يمنع من صيامها، وعلى قول أنه مكروه مع يوم السبت، يوم الجمعة ويوم السبت صيامهما مكروهان. وأما بقية الأيام فإنه يشرع فيها الصيام ويشرع فيها الفطر ما عدا رمضان وما عدا يومي العيدين ويوم الشك وصيام الجمعة والسبت، يشرع فيها الفطر والصيام. وإذا نظرنا إلى هذا القسم نجد أيضا أنه ينقسم إلى قسمين: ما يستحب صيامه وهي الأيام المشروعة التي يستحب صيامها، مثل ستة من شوال، الاثنين والخميس، يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عاشوراء وتاسعاء أو ما بعد يوم عاشوراء، هذه الأيام يستحب صيامها. وأما بقية الأيام فإنه لا يستحب صيامها إلا إن كان صيام يصومه الإنسان، مثل الأيام البيض، وكذلك من صام يوما وأفطر يوما. وبهذا يتبين لنا ما الذي يشرع أن يصام من هذه الأيام وما الذي يمنع من صيامه في حال. وهذه الأمور إذا تأملها المسلم وتنبه إلى هذه التقسيمات يتبين له الحكم الشرعي فيما يشرع صيامه
وما لا يشرع صيامه من الأيام. ثم بعد أن أجمل قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. وهذا النهي كما ذكر العلماء هو للتحريم، فإن من صام يوم العيد، يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، فإن هذا الصيام محرم فهو لا يقبل، وهو وصاحبه آثم. وعدم قبول الصيام والقضاء في يومي العيدين هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. وذلك أن من قضى يوما من رمضان في يوم العيد فإن هذا الصيام لا يقبل عند الإمامين الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. وكذلك لو تنفل بصيام يوم العيد فإن صيامه غير صحيح. وأما الإمام أبو حنيفة فيقول: إذا صام هذا اليوم عن يوم واجب يعني كالقضاء فإنه يقبل مع الإثم، يقبل صيامه مع الإثم لصيامه يوم العيد. وأما النفل فقوله كقول الإمامين الشافعي والإمام أحمد أنه لا يشرع له أن يتنفل بصيام يوم العيد، وإذا صام فإنه آثم وعمله مردود. يوم فطركم من صيامكم، وهذا هو يوم العيد. وبعض الناس يظن أن أيام العيد تمتد إلى يومين أو ثلاثة، وهذا غير صحيح، فإن يوم العيد هو اليوم الأول من شوال، وبعد ذلك من صام ثاني أيام شوال أو ما بعده من الأيام فإنه لا شيء عليه، لأن يوم العيد هو يوم اليوم الأول من شوال. قال: واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. واليوم الآخر هو يوم الأضحى، وهو اليوم الذي يأكل فيه صاحب الأضحية من نسكه ومن أضحيته. فبين أن الحكمة من النهي عن صيام يوم الأضحى أنه شرع لأن يأكل المسلم من نسكه وهي الأضحية، أو الهدي إذا كان حاجا فإنه يشرع له أن يأكل من هذا النسك. وهذا من الحكمة التي نهي عنها صيام يوم الأضحى. وبهذا يتبين أن الحكمة التي نهينا عنها من صيام يوم الفطر هي غير الحكمة التي نهي عنها من صيام يوم الأضحى. فيوم الفطر نهي عن صيامه حتى يفصل بهذا الفطر بين صيام رمضان وغيره، ويوم الأضحى نهي عن صيامه حتى يأكل من أضحيته أو من نسكه. أيام التشريق هل هي ملحقة بيوم عيد الفطر؟ نعم، أيام التشريق أيضا ينهى عن صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أيام أكل وشرب وبعال، يعني أنها لا تصام. قال العلماء: إلا لمن كان عليه صيام بدلا من الهدي أو عليه صيام كفارة متعلقة بالنسك فله أن يصوم، أما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع صيام أيام التشريق. نعم.